هذا البارت الأول مؤجل أستاذ علاء. أي هسه دا راجع. الإنسان مواقف، والذي يعيش بلا مواقف ولا يترك شيء جيد يذكر به. أنا بالنسبة لي لازم أكون مميز وأترك أثر، يحيا ويموت بلا أن يذكر. لو قال الله تعالى للإنسان اختر بماذا تريد أن تذكر، أذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد يدعو له. بماذا تريد أن يتذكرك الناس؟ أكيد بالخير. ماذا ستختار لنفسك؟ أستاذ علي ماذا ستختار لنفسك؟ أكيد راح أختار الشيء الزين. أنا بالنسبة لي ما أريد أعيش وأموت وما أترك شيء، وما أترك شيء أذكر به. واضح قصة اليوم أثرى بك أستاذ علي. صاحب قصة اليوم ترك أثر كبير جدا بمواقفه من أجل يوصل صوت الإمام الحسين عليه السلام من غير أن يمل. قيس بن مسهر الصيداوي رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة. قصدك مثل مسلم بن عقيل عليه السلام؟ ما كان للإمام الحسين عليه السلام رسول واحد أو سفير واحد، وإنما كان لقب السفير لمسلم بن عقيل، وكان إلى مجموعة من الرسل أرسلهم إلى الكوفة والبصرة، ولكن اسم السفير ظل مرتبط بمسلم بن عقيل عليه السلام، وهو اللي جمع كبار الكوفة. أما باقي الأشخاص كانوا رسل ينقلون الرسائل من الإمام الحسين إلى أهل الكوفة، وأبرزهم كان قيس بن مسهر الصيداوي، كونه نقل الكثير من الرسائل. كان هذا الرجل شديد الولاء للإمام الحسين سلام الله عليه، ولهذا كلفه بمهمات صعبة جدا، وبكل مهمة كان ينجح وبأفضل شكل. كان ذكي وفطين وصاحب حنكة. أرسل أهل الكوفة مجموعة رسائل بيت قيس بن مسهر إلى الإمام، وبقى قيس مع الإمام حتى أرسله مع مسلم بن عقيل عليهم السلام، وشخص أيضا اسمه عبد الله الأرحبي، هو أيضا من أصحاب الإمام الحسين. ولما رأى مسلم بن عقيل عليه السلام اجتماع القوم اللي في الكوفة على بيعة الإمام الحسين سلام الله عليه، قرر يكتب رسالة إلى الإمام ويخبره بحال القوم، وأرسل هذه الرسالة بيت قيس وعابس وشوذب إلى مكة، وبقى الثلاثة مع الإمام سلام الله عليه ورافقه في طريقه إلى كربلاء المقدسة. كيف يكون الشخص هيك موثوق عند الإمام؟ لما الإمام يراك حيث أمرك ولا يراك حيث ينهاك، يعني يرى طاعتك، أخلاقك، تشبهك بهم، بالتأكيد تكون محل ثقة عند الإمام ومن شيعتهم. وكلمة الشيعة يعني الأنصار، الأتباع الحقيقيين، وهذا فرق بين الموالي والشيعي. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. أستاذ علاء، هو استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام؟ زين إذا استشهد وين قبره؟ راح تتفاجئ إذا خبرتك، خلي أكمل القصة أو راح تفهم. قبل أن يصل خبر مقتل مسلم بن عقيل إلى الإمام، الإمام كتب رسالة إلى أهل الكوفة، وكان في منطقة تسمى الحاجر، وأرسلها بيت قيس بن مسهر. بعدها وصل خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الإمام. لاحظ كم مرة أرسل الإمام رسائل بيت قيس، يذهب ويعود، وهذا ليس بالهين، من دولة إلى دولة ومن مدينة إلى مدينة، وكان يستشعر لذة خدمة الإمام ما مل. وصل قيس بن مسهر الصيداوي منطقة القادسية حتى يوصل للكوفة، ولكن كان على هذه المنطقة أحد رجال اللعين عبيد الله واسمه الحسين بن نمير. ولما قطعوا الطريق على قيس بن مسهر وشعر بالخطر، وقبل أن يفكر بنفسه حتى فكر بالإمام سلام الله عليه وشيعته، خاف قيس أنه يأخذون الرسالة اللي بيده، فمزقها وما ترك شيء من الرسالة واضح. قبض على قيس بن مسهر، أخذوا إلى الكوفة إلى ابن زياد، أخبروه بتفاصيل الأمر كيف مزق الرسالة. فقال ابن زياد: خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. قال: إذن أخبرني بأسماء أصحاب الحسين. كان يهدد بالقتل. قال: إما أن تكشف أسماءهم أو تصعد المنبر وتسب الكذاب ابن الكذاب، أستغفر الله، يقصد الإمام والعياذ بالله. قال قيس: أصعد؟ فكر ابن زياد بغباء أنه رح يشتم الإمام ويتبرأ منه حتى ينقذ نفسه، لأن أمثاله ما يعرفون إلا الخذلان.
صعد قيس بن مسهر المنبر وأمام الناس في الكوفة حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وأكثر من الترحم على الأئمة عليهم السلام، ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه ولعن كل عتاة بني أمية على آخرهم، ثم قال: أيها الناس، أنا رسول الحسين عليه السلام إليكم وقد خلفته بموضع كذا وكذا، وذكر اسم الموقع، فأجيبوه. غضب ابن زياد من كلام قيس اللي كان مثل الصاعقة عليه، وأمر جنده أنه يأخذوه إلى سطح القصر ويرموه إلى الأسفل. دفع اللعين من على السطح فوقع إلى الأسفل وتكسرت أضلاعه مثل مسلم سلام الله عليه، وبقى فيه نفس قليل فقطع رأسه. لما وصل خبره إلى الإمام سلام الله عليه دمعت عيناه. أي منزلة كانت لقيس في قلب الإمام حتى حزن عليه لهذه الدرجة؟ لما يكون الإنسان لإمام زمانه ثقة مثل قيس بن مسهر، وإنسان هدفه هو رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أصحاب إمام زمانه، برأيك في 313 بمن يقتدون؟ أكيد كل واحد بهم يتأمل حياة واحد من هؤلاء الصالحين أو كلهم حتى يكونون مثلهم. هم ما قلت له وين قبره؟ للأسف ما معروف وين قبره ومنه حتى دفنه، ولكن أكيد روحه مع رفقائه عند جنة الحسين عليه السلام هنا حيث كربلاء.